علي صوتك شويه يا استاذ محمود. تلعب رياضه؟ انا بلعب رياضه. تمام. يعني مثلا بلعب كوره. تمام. بيجيلي صداع كده رهيب اول ما بلعب كوره. تمام. فكل ما اجي اعمل مجهود زياده بيحصل لي دوت، فمش عارف ليه يعني. طيب اوكي، في اي استفسار تاني يا استاذ محمود؟ لا شكرا. الدكتور هتساله على حاجه؟ لا. سنك كام سنه طب يا استاذ محمود؟ انا 21 يا فندم. وما عندكش سكر قبل كده؟ لا لا. ماشي يا فندم، تحت امرك. شكرا لاتصالك يا استاذ محمود. هو طبعا المفروض انا ما بقول اعمل رياضه، مفروض قبل ما اعمل رياضه اقيس مستوى السكر في الجسم. نعم. لو كان مستوى السكر اقل من 70 مللي جرام بير دي ال، يبقى لازم اخد وجبه سكريه في حدود 15 جرام نشويات مثلا. نعم. خد بال حضرتك، وانتظر 30 دقيقه واقيس السكر تاني، السكر عالي لسه ما زال 70 او 70، اخد كمان 15 جرام. نعم. وصل فوق ال 100 اقدر امارس الرياضه بتاعتي. 15 جرام ده يا دكتور في يعني زي علبه عصير؟ شراب. اه تمام. شراب سكري. نعم. اقدر امارس الرياضه بتاعتي. لانه هيحصل له صداع ودوخه وزغلله نتيجه هو عمل مجهود وكان أي. سكره مظبوط فحرق سكر زياده. نعم. فحصل له نوع من هبوط السكر. نعم. اللي بيديله احساس بالصداع والدوخه وانه همدان او عرقان او اطرافه بترتعش. نعم. اعراض نقص السكر. فالمفروض حتى اللي بيمارس رياضه يبقى في جيبه دايما حاجه بسيطه، ولو حاجه شوكولاته صغيره. نعم. اي حاجه سكريه صغيره في جيبه او في شنطته، حس بهبوط او عرق او تعرق يبقى لازم ياخد على طول حاجة تعوضه. سكرية تعوضه بسرعة. نعم. وذلك احنا بنقول يا دكتور في الحالات الـ الـ الرياضة مع مريض السكر بننظمها. نعم. بنقولوش روح العب رياضة كده على طول. يعني بنقول له حضرتك انت مريض سكر بننصحك بالرياضة، يبقى لازم تمارس رياضة على الأقل 3 مرات في الأسبوع. نعم. وكل مرة نص ساعة. هتبقى حضرتك وقبل ما تمارس الرياضة تقيس مستوى سكرك. تمام. لو احنا قلنا بقى اللي قلناه قبل كده ان السكر اقل من 70، لا ما يمارسش الرياضه دلوقتي الا لما سكره يعلى شويه، يرتفع يبقى 100 120 130 لانه. نعم. هيحرق ده بالمجهود وبالجري، فمش هيلاقي. ويفضل برضو ان هو اثناء اول ما يخلص النص ساعه وحس انه عرقان او شوية لازم ياخد برضو حاجه سكريه. طيب هستاذن سيادتك، معانا اتصال تليفوني الاستاذ حسن. السلام عليكم. ايوه يا فندم. اتفضل يا استاذ حسن. ايوه يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. كان بس بسال على موضوع ال ال انا عايز اتجوز، فبس هو مصاب يعني بالسكر وكده. عايز تتجوز وعندك سكر؟ اه وسني مش كبير، عندي 35. سنك 35 سنه؟ اه. ومصاب بالسكر ادي لك قد ايه يا استاذ حسن؟ يعني حدود 4 سنين. 4 سنين. وزنك قد ايه؟ وزنك قد ايه؟ حدود 90 كيلو. كم؟ حدود 90 كيلو. 90 كيلو. 90 كيلو. آه. وطولك يا استاذ حسن؟ حدود 167 او 169 كيلو. 169 سم. 169. يعني هو المفروض يبقى وزنه على حوالي 70 كيلو. 70 كيلو. في اي استفسار تاني يا استاذ حسن؟ لا بس يعني اتكل على الله ولا بلاش؟ خلاص. لا ان شاء الله باذن الله. حاضر. وربنا كده يوفقك ان شاء الله يا رب دايما. استاذ حسن يا دكتور. سنه 35 سنه وادول 4 سنين عنده سكر. وزي ما حضرتك بتقول وزنه المفروض يكون 70. يا استاذ حسن ما فيش مشكله خالص، انا عايز بس منك حاجتين تعملهم. عايزك وزنك ينزل، خصوصا محيط البطن بتاعك ينزل. احنا بنقول محيط البطن المفروض في الرجال ما يزيدش عن 112 102 سنتي. نعم. خلاف السيدات بنقول 88 سنتي في الحدود دي. فمفروض وزنك ينزل خلال 6 شهور 7 شهور، مش لازم في يوم وليله. عن طريق يا استاذ حسن انك تنظم وقتك، تنظم وجباتك، يبقى لها مواعيد ثابته، مش تاكلش كده بطريقه عشوائيه. لازم يبقى اكله في مواعيد ثابته. نعم. ولازم تخطط لاكلك كويس. لازم 50% من وجبتك هيكون فيها نسبة نشويات وألياف وفايبرز، لأن دي بتقلل، دي بتديك الطاقة المطلوبة وبتقلل الإحساس بالجوع. الحاجة التانية وبتقلل إحساسك إنك عاوز دهون، لأن عايز أفقدك الدهون اللي هي في منطقة البطن اللي هي سببت لك السكر. فأنا عايزك تقلل الدهون،
المشبعه وتستخدم الدهون الغير مشبعه زي زيت عباد الشمس، زي زيت الذره، زي زيت الزيتون بكميات قليله. السمن البلدي والحاجات دي تقل جدا بنسبه كبيره جدا، يعني مثلا 10% من الدهون بتاعتك دهون مشبعه و30% منها غير مشبعه. دي هتعمل لك استابيليتي للدهون الداخليه بتاعتك وهتساعدك على حرق الدهون والتخلص منها، لان الدهون هي اللي بتخلي فيه مقاومه للانسولين وبتخلي سكرك غير مظبوط. الحاجه الثانيه المشي بهمه او ممارسه رياضه 3 مرات في الاسبوع زي ركوب العجل او الجري الخفيف، ده هيساعدك في ان سكرك ينزل، كوليسترولك ينزل، ضغطك يتظبط، وزنك يتظبط. عملت الحاجات دي كلها ووصلت للتارجت بتاعك ان وزنك نزل بقى حوالي 70 72 73، خير وبركه، وتقدر تتجول وانت مطمئن مع المعاصبه على تناول الادويه بتاعتك بانتظام. ودلوقتي احنا دخلنا في الدايابيتك تايب 2 اللي هو بيتكلم عليه. هقف عند رقم السكر رقم 2 ومعانا اتصال تليفوني يا دكتور الاستاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ احمد، معلش اسفين على الاطاله. اتفضل دكتور. انا لما باكل اي سكريات واحس بدوخ، تمام، لازم اكل بعدها اي حاجه مالحه، حين ان لو كلت فاكهه باي كميه ما بتاثرش فيا، حلويات بس هي اللي بتتعبني. تمام. سنك كام سنه يا استاذ احمد؟ 32. وهتساله حضرتك اي سؤال؟ هو ما عندوش سكر مش تمام، لكن ما فيش اي سكر عندك يا استاذ احمد؟ لا ما فيش. تمام. شكرا لاتصالك وتابعنا من خلال شاشه التلفزيون. شكرا يا استاذ حسن على اتصالك وعلى سؤالك، لانه سؤال مهم جدا. في ناس تاكل سكريات تحس بدوخه وعرق وهبوط. ده لان في عندك استجابه سريعه، اشارات بتطلع من المعده للبنكرياس بتاعك بيطلع كميه انسولين اكتر. فيحصل حرق للسكر بسرعه فتبدا تحس بهبوط وتعرق ودوخه. احنا بنقول في الحالات ديت يا استاذ حسن استاذ احمد يا استاذ احمد ان اكلاتك تبقى متوازنه، يعني يبقى في نسبه بروتين بنسبه عاليه والكربوهيدرات قليله شويه والسكريات قليله شويه. ان دي بتحصل لناس كتير جدا عندهم حساسيه مفرطه للسكر، مجرد السكر ما ينزل من معدته كماده سكريه بيبقى في افراط في افراز الانسولين بكميه اكبر من اللي هو خدها سكريات فيحصل هبوط سكر. طب دكتور احنا كنا وقفنا قبل ما جانا اتصال الاستاذ احمد فندم. في الاول كنا وقفنا عن الاسنان، معلش عشان حته الاسنان بحكي. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. اسنان حياتك قلت ان دكتور السنان بيوجه المريض وبعته للدكتور الباطنه بحيث انه يبدا يتعامل. تمام. ودكتور في اي برانش تاني او اي فرع من فروع الطب ممكن يبعت برضك لدكتور الباطنه مخ الاعصاب مثلا؟ ايوه يا فندم. لا دكتور العيون عاده يجي يفحص قاع العين بيلاقي تغيرات في الشبكيه، بيعرف ان دي تغيرات سكر. بيقول له انت عندك سكر؟ بيقول له لا انا ما عنديش. يقول له طب روح برضه لدكتور الباطنه يفحصك ويشوف السكر بتاعك. نعم. واخبار حضرتك دكتور الاعصاب يروح للمريض بتنميل وشكشكه وتشققات في القدمين. فدكتور الاعصاب بيقول له لا في سكر، روح للدكتور الباطني يشوفك قبل ما تجيلي. دكتور العظام عاده دي بتحصل المريض يحس بالالتهاب اعصاب طرفيه فيقول له عظمي اللي بيوجعني، فبيروح لدكتور العظام، استاذ العظام بيقول له لا طب خلي دكتور البطن يراجعك وبقى تعالى لي. فهو اصل معظم اصل السكر من النوع الثاني بيبقى موجود وبيظهر في ظروف معينه. نعم. ممكن يبقى موجود لمده طويله ومش مدي اعراض لغايه ما يحصل كومبليكيشن معين يظهره. خد بال حضرتك. طب يا دكتور بالمناسبه جت في دماغي كده، في حاجه اسمها السكر العاطفي؟ فعلا في حاجه كده؟ اقول لحضرتك السكر العاطفي ده هو تعبير يعني الناس بتقوله سكر بيروح وبيجي. مع الزعل يجي، مع الاكتئاب يجي، وبعدين مع الفرح يروح. هو ده بيبقى نوع من السكر المختبئ البسيط اللي ممكن يظهر في ظروف معينه والظروف دي اتحسنت يقل. لكن هو ده برضه مريض معرض للسكر. معرض للسكر. واسم عاطفي؟ طب بالمره كده عشان الساده المشاهدين يعني. يعني هو بيرتبط بالعواطف بقى والاحاسيس والاحاسيس لا تمام يا دكتور محمد. طب معانا من السكر العاطفي نروح للاستاذ خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ خالد اتفضل. ممكن اسال الدكتور سؤال لو سمحت؟ اتفضل يا استاذ خالد. دكتور انا كنت عايز اعرف بس، انا دايما لما باكل بحس بهبوط، يعني انا قبل ابقى جعان جدا وعادي مفيش مشكله بالنسبه لي،
بس اول ما اكل احس ان انا عندي هبوط ودايخ. تمام. ده له سبب معين ولا ايه بالظبط؟ عندك ضغط، عندك سكر؟ في ضغط، في سكر؟ لا انا ما عملتش تحليل سكر قبل كده عشان اعرف. طب ما هتعمل يا استاذ خالد. طيب انا هجاوب ان شاء الله. طيب بسن سيادتك كام سنه يا استاذ خالد؟ بال قطع الاتصال. هو طيب. شكل الاستاذ خالد سنه صغير مش كبير. هو في ناس يعني في بعض الاخوه ياكلوا وجبه كبيره فيحصل هبوط. ليه؟ لسببين. اولا الضغط بيوطى لان الدواء الدمويه كلها بتروح ناحيه الجهاز الهضمي عشان الشغل. في ناس بتقول يعني بتبلد كده الدم بينزل في المعده. بالظبط كده. الامتلاء امتلاء المعده زياده عن اللازم هيعمل نوع من الهبوط والاحساس بالدوخه والتقل في الدماغ وعاوز ينام. ودي حته ممكن يستغلوها الطلبه يا دكتور عشان يناموا بعد الاكل ما يذاكروش. هو فعلا كده؟ ايوه فعلا هي كده. طب وده حل ايه؟ طب حله يظبط وجباته، ياكلها على وجبتين. يعني ما يجوعش مده طويله بعدين ياكل وجبه كبيره. زي معظم الناس في فتره الصيام في رمضان بياكل كذا حاجه كذا حاجه وبعد ما بياكل مش شايف وعايز ينام. صح يحصل له خمول مفاجئ لان الدواء ده ما يكونش عيب بتاع عليه ويجمع المغرب مع الفجر. بالظبط. حاجات جديده كده. طب يا دكتور يعني كده الاستاذ خالد يعني استاذ خالد اطمئن بس يحاول يظبط وجباته وياكل على مرتين. الوجبه الواحده ياكلها على مرتين بينهم مسافه ساعتين ثلاثه ما يضغطش معدته قوي ويمتلئ قوي ويبدا يحلل السكر. ممكن ويحلل السكر طبعا. صايم يعمل فحص كل قد ايه؟ هو المفروض فوق سن ال 40 المفروض يعني نعم يتعمل فحص ولو كل ست شهور مره واحده. يعمل سكر صايم وسكر بعد الاكل بساعتين. ما حبش يعمل دول يعمل حاجه اسمها الهيموجلوبين السكري. خدت بالك ديت بتبين جدا. اسمع ان الهيموجلوبين السكري بتحبوه انتوا دكاتره البطن. بنحبه لانه بيوفر الوقت شويه والمجهود على الطبيب. الهيموجلوبين السكري بيقيس مستوى السكر في خلال الثلاث شهور اللي فاتوا اللي هو عمر كرات الدم الحمراء اللي بيلتصق بيها. فاحنا لما بنشوف الهيموجلوبين السكري بنلاقيه مثلا لغايه 5.7 نقول ده تمام. من 5.7 لغايه 6.4 نقول ده يعني بري دايبتيك، يعني ممكن يبقى عنده سكر بدايه مفيش دخول. في عدم تحمل للجلوكوز زياده عنده شويه. نعم. فوق ال 6.4 او 6.5 بنقول ده دايبيتك خلاص. طيب جات لنا اس ام اس كده يا دكتور واحنا بنتكلم مع سيادتك نقولها كده سريعا وحضرتك تجاوبنا عليها. اتفضل. اجريت فحص السكر صائم فكان 109 ويوم اخر 112 واجريت فحص التراكمي فكان 5 ثم قمت بفحص السكر بعد الطعام الغدا بساعتين فكان 107. طب قبل ما نكمل الرساله معانا استاذ صالح من السعوديه. اتفضل. الو. الو السلام عليكم. اتفضل يا استاذ صالح. سلام، كيف حالك دكتور؟ اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ صالح. اهلا وسهلا. كيف حالك يا دكتور؟ الله يحفظك يا اخي. ممكن اتفضل يا استاذ صالح. يا اخي انا عندي سكر اوقات يصل الى 250 300 واوقات يصل الى 70 تمام و60 وبعد الظهر ينزل حتى لو تغديت وجبه دسمه ينزل الى يصل الى اوقات الى 60 70 من بعد الظهر يبدا في النزول حتى لو اكلت في الغداء وجبه دسمه ينزل. حضرتك ماشي على الانسولين يا استاذ صالح؟ لا ماشي على حبوب. حبوب يعني هو دايما بيبقى 250 وانت لما بينزل بيبقى كام؟ اوقات يصل 250 واوقات يصل 200 220 180 170 تمام الصباح. تمام. أنا بعد الاكل لكن في الصباح احلل يعني اوقات احصل 160 90 80 100 110 ما هو تمام تمام تمام. سن حضرتك كم سنه يا استاذ صالح؟ والله يمكن 53 53. الدكتور استفسر منه في حاجه؟ اوبيز ولا نوت اوبيز؟ في اي سنة عند حضرتك يا استاذ صالح؟ في ايه؟ سنه حضرتك جسم حضرتك وزنك كام؟ والله وزني 73 73 وطولك؟ وطولي 178 68 تمام. في اي استفسار ثاني؟ لا خلاص. في اي استفسار ثاني يا استاذ صالح؟ ما في. الله يحفظك. شكرا لاتصالك. شكرا يا حاج صالح. طيب بعد الاستاذ صالح معانا من السعوديه للغردقه على طول معانا الاستاذ علي. اتفضل يا استاذ علي. الو. اتفضل يا استاذ علي. الو. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. اكرم الدكتور. اتفضل يا استاذ علي. دكتور ايوه فعلا انا لما اطلع السلام الدور الثالث او الرابع احس نفسي اني بنهك.
ايه بينهج لما بيبقى طالع على السلالم الدور الثالث او الرابع. اه تمام. ايوه يا فندم. كمل يا استاذ علي. ايه كمل كمل. هو الموضوع ده يعني. طيب سن حضرتك كام سنه؟ 34. حضرتك تستفسر منه عن اي حاجه؟ بتنهج لما بتطلع السلالم بس؟ اه. ولا لو مشيت مسافه طويله تنهج؟ يعني. وزنك قد ايه يا استاذ علي؟ احمد. استاذ علي وزنك قد ايه؟ وزنك قد ايه يا فندم؟ حوالي 70. 70. 70 وطوله اكيد هيبقى مناسب. في ضغط ولا حاجه؟ لا. في سكر؟ لا. طيب ماشي. شكرا لاتصالك يا استاذ علي. معانا حد تاني؟ لا خلاص كده. استاذ صالح سنه 53 سنه والسكر عنده بيبقى 250 عالي وساعات اللي بينزل 220 وفي الصبح بيبقى 100 و180 وساعات بيبقى 190 90 مثلا او 180. يعني صايم يبقى 90 او 100 مثلا. وبعد ما ياكل بشويه 250 ومش ماشي على انسولين. كويس قوي. وسنه 53 سنه ووزنه 73 وطوله 168. يعني وزنه معقول. 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 يبقى هو الاستاذ علي السكر اللي هو بعد الاكل بساعتين ده عنده عالي شويه. عالي شويه. لكن السكر الصايم بتاعه اللي هو الصبح مناسب. مناسب جدا. يعني الغطاء احنا بنقول من السكر من 70 ل 99 مفيش سكر. من 99 ل 125 مللي جرام بير دي ال بنقول ده ما قبل السكر. نعم. 126 صايم بنقول سكر. نعم. خلاص. طيب هنقف عند حاله الاستاذ صالح وهندخل على الاستاذ عبد الرحمن من القليوبيه. اتفضل يا استاذ عبد الرحمن. استاذ عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. ازيك يا باشا؟ ازيك يا استاذ عبد الرحمن؟ اتفضل. دكتور محمد لو سمحت. معاك يا فندم. معاك يا فندم. معاك يا فندم. دكتور محمد انا حضرتك انا كنت جبت سعادتك مره من سنتين كده. تمام. ايوه يا فندم. كان جالي جلطه فجاه كده وبعدين جيت لحضرتك واكتشفت ان عندي السكر. ايوه يا فندم. تمام. هو بصحتك؟ ايوه يا فندم. وبعدين دلوقتي بتعالج بالسكر بس في اعراض يعني رجلي بيحصل لها تنميل كده في الصوابع. تمام. وفي بقع حمراء كده في بأسرة الرجل. ايوه تمام. دي ما اعرفش ايه علاجه. وبعدين التنميل اللي في رجلي بقوم رجلي صوابعي وجعاني جدا يعني. لا ألف سلامة حضرتك. تمام. فكر الدكتور كده سن حضرتك كام سنة يا أستاذ عبد الرحمن عشان الدكتور يفتكرك فعلا. سنك كام سنة؟ الو سنك كام يا استاذ عبد الرحمن؟ انا 64. 64. اهلا وسهلا بحضرتك. خلاص خلاص. حاضر يا استاذ عبد الرحمن. حاضر. طيب من الاستاذ من القليوبية معانا الاستاذة عائشة من المغرب. اتفضلي يا استاذة عائشة. الو السلام عليكم. اتفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا فندم. نعم انا عندي مليتين عبر السكر. ايوه يا فندم. علي صوتك شويه يا استاذ عائشه. نعم نعم. علي صوتك. تمام. نعم قلت اللي كان عبر السكر. السكر. تمام. سكر سكر. تمام. كان نعم كان جرام و60 جرام و60. 160 جرام اللي هو ايه؟ يعني احنا يعني تحليل السكر بتاعك 160؟ نعم. تمام. ال 160 ده صايم ولا فاطر يا مدام عائشه؟ ولا عشوة؟ فاطر فاطر فاطر. طيب يا فندم. كملي. اتفضلي. نعم. فاتفضلي كملي. هل عندي سكر ام لا؟ عندي السكر او لا؟ في اي اعراض يا استاذه عائشه؟ الدم. سنها قد ايه؟ سنك قد ايه طيب؟ قد ايه؟ 53 سنة. 53 سنة. ما قمتيش بأي فحوصات قبل كده؟ لا. طيب تمام. في أي استفسار من سيادتك؟ لا خلاص يا فندم. طيب شكرا لاتصالك يا أستاذة عائشة وتابعينا من خلال شاشة التلفزيون. شكرا. احنا بما إننا الأستاذة عائشة اتكلمت في الآخر خلينا ناخد بقى الأسئلة من الآخر للأول. ماشي يا فندم. بما إنه اتقال. ماشي. بالنسبة لمدام عائشة اللي اتكلمت من المغرب هو السكر بعد الأكل بساعتين 160 ده بنعتبره ما قبل ظهور السكر. طب معلش قبل الاستاذه عائشه من المغرب معانا الاستاذ سيد من المنصوره رجعنا لمصر تاني. ماشي يا فندم. طيب اتفضل يا استاذ سيد. الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. اتفضل اتفضل يا أستاذ سيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فصل اتصال المنصورة. نكمل أستاذة عائشة. بالنسبة للأستاذة عائشة سكر بعد الأكل بساعتين 160 مش مشكلة. مش وحش. بس هي بس تظبط، لأن معناها إن السكر بعد الأكل بساعتين في انتولرانس شوية ليه. فهي تقلل من أكلاتها الدسمة. نعم. وتظبط وجباتها وتهتم بالفايبرز والفيجيتابلز والفروتس. خضروات وفواكه والألياف. أو الألياف. احنا بنعتبر الفول من الألياف، وبنعتبر نعم. الفاكهة من الألياف. نعم. وبنعتبر البطاطا من الألياف. يعني غير البطاطس، البطاطس بنعتبرها نشويات قوي. فهي تهتم بتنظيم وجباتها. وكويس لحياتك قلت ان الحاجات دي موجوده في الالياف، مش لوحدها بدل ما حد يفكر ان احنا نقول له كل قميص او بطانيه ولا حاجه. تمام تمام. طيب فاضل يا فندم. طيب احنا كده ردينا على الاستاذ عائشه. الاستاذ عبد الرحمن اللي هو كان مريض عند حضرتك من فتره وبدا يحس حضرتك اكتشفت بعد ما جاله الجلطه اللي هو عنده سكر. ايوه ممكن تكون الجلطه دي يا دكتور السبب من اسباب هو كان السكر موجود عنده قبليها. قدم على حضرتك لان السكر مع عدم انتظامه لفتره طويله ممكن يبقى بريزنتد بحاجه من الحاجات دي. يا ستروك يعني ازمه قلبيه او ازمه دماغيه او مخيه. دماغيه او دماغيه. فهو هنا السكر عنده بقاله فتره، فبدا يعمل له التهاب في الاعصاب. الاعصاب الطرفيه. نعم. وبالتاكيد في الشرايين الطرفيه فيها ضيق. نعم. فهو المفروض يعني احنا دايما نقول لمريض السكر دايما افحص قدميك جيدا، ما تمشيش على ارض بدون ما تكون لابس حاجه، شبشب مثلا جزمه، ما يكونش شبشب بلاستيك، يكون شبشب طري حنين، ما يكونش للسيدات ما لهمش يلبسوا كعب عالي ويمشوا بيه اللي هم عندهم سكر. نعم. لما هيضغطوا على مقدمه القدم هيحصل كومبريشن، هيبدا يبقى فيه ضيق في الاوعيه الدمويه، هيبدا يتعرض للتقرحات وكسور الدوره الدمويه الطرفيه. فهو بالنسبه للاستاذ عبد الرحمن كونه فيه تمييل وفيه بقع بتظهر على الجلد، دي ممكن تكون اللي بنسميها الفقاعات اللي بتظهر مع السكر. نقف عند الفقاعات. معانا اتصال الاستاذ محمد. السلام عليكم يا استاذ محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ اتفضل يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. حضرتك يعني في المرحله الاخيره انا عندي 35 سنه. تمام. من حوالي 3 او 4 شهور ابتدى موضوع الحمام يزيد عندي جدا كده، اخش الحمام اكتر من مره في اليوم. تمام. اكتر من مره مش في اليوم، لا ده في الساعه يعني، وكلها بكميات قليله جدا. وبحس فيها يعني احس ان انا يعني عايز اخش الحمام. تمام تمام تمام. حضرتك بالنسبه لي حضرتك بقى في سؤال تاني بالنسبه للمدام عندي، هي حامل في الشهر السادس. سادس؟ سادس. حضرتك بقى من حوالي اسبوع كده او 10 ايام ابتدى برضه موضوع الحمام ده يتكرر معاها كتير جدا وبطريقه ملحوظه. تمام. فحضرتك هل ممكن في فحوصات مثلا يعني نعملها او خلاص؟ حاضر يا فندم. خلاص هو كذلك يا استاذ علي. ولا استاذ مين كان معانا؟ استاذ محمد. ماشي يا استاذ محمد. شكرا لاتصالك. نجاوبه ممكن. يا استاذ محمد بالنسبه للمدام بتاعتك ربنا يشفيها وعافيها وتقوم بالسلامه، كنا بدات تعمل بول كتير في اخر 3 شهور في الحمل. برضو لازم، هو عاده سكر الحمل بيظهر يا اما بعد شهرين او 3 من البدايه، كنا بدا يظهر في اخر 3 شهور. دي ما تقلقكش قوي، بس يلزمك برضو انك تعمل تحليل السكر صايم وفطر او تعمل الهيموجلوبين السكري. حاجة تانية تاخد عينة بول تفحصها، ممكن يكون في صديد او التهاب او املاح مسببها لها البول الكتير، الا اذا كان مصحوب بعطش زيادة يبقى ده بينبهنا اول السكر. لكن بول كتير وكل شوية بتخش الحمام ده ما تقلقناش قوي، طالما في اخر شهر وهي ما كانش عندها سكر قبل كده، الا اذا كان في قبل كده حمل سابق كان فيه سكر او ولدت قبل كده طفل كبير الحجم، يبقى لازم ننتبه قوي ونعمل برضو احتياطنا ان احنا نحلل السكر صايم وفاطر او الهيموجلوبين السكري ونعمل فحص البول. طيب هنقف معانا اتصال الاستاذ حامد من العراق. الو السلام عليكم. اتفضل يا استاذ حامد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. انا جاي اردت اتكلم الدكتور. اتفضل يا استاذ حامد. دكتور مع سيادتك. دكتور انا عندي سكر من اكثر من 10 سنين. تمام. ايوه فهمت. الان استعمل الحبوب بالوقت الحاضر 2 او 3 حبات. تمام.
ما يعني ما الصراحه اكون انه اكثر من 120 او 130، فاحد الاطباء نصحني انه استعمل انسولين خابط مساء 25 وحده وصباحا نصف حبايه لكل وجبه، هل هذا العمل صحيح او غير صحيح؟ يعني طلب منك تاخذ 25 وحده وتاخذ حبايه مع كل وجبه؟ 25 نصف حبايه لكل وجبه صباحا مع الليل الساعه 9 اخذ 25 وحده انسولين خابط. تمام تمام، في اي استفسار من سيادتك؟ لا، هو نوع الانسولين ايه اللي نصحك بيه يا اخ حمدان؟ نوع الانسولين ايه؟ نوع الانسولين اللي الدكتور كتبه لي. انسولين خافض خافض. خافض؟ خافض؟ خافض نعم. في حاجة اسمها خافض خافض. لا هو يقصد احتمال يقصد انسولين لانكتوس. تمام تمام. خلاص ماشي يا استاذ حامد، شكرا لاتصالك والدكتور هيجاوب على سيادتك، شكرا. استاذ حامد احنا مريض السكر من النوع الثاني اللي انت زي حضرتك كده. اذا السكر ما اتظبطش بالاقراص ادخله الانسولين. خد بالك احنا ما بنقولش يعني انت خدت نوع من الاقراص او نوعين وسكرك ما اتظبطش مع تنظيم اكلك ومع رياضتك ومع تنظيم وجباتك وما اتظبطش، بنضطر ندخل جرعه انسولين طويل المفعول اسمه انسولين جالجرين اللي هو اللانتس. ليه؟ لانه ده بيحافظ على البوست براند، يعني ما يقعدش يتذبذب. هو الخطوره في السكر ان السكر اللي بعد الاكل بساعتين يطلع قوي، ده هو اللي بيصيب الشرايين بالتصلب. احنا بنحب دايما يبقى السكر يبقى شبه ثابت، مفيش فاريشن عالي. نعم مفيش اي اختلاف. هو ممكن يكون الطبيب وصفه له على اساس انه يثبت له السكر شويه. طب يا دكتور معلش عشان وقتنا في عجاله، عايزين حضرتك تجاوب لنا بسرعه على احنا جاوبنا على الاستاذه عائشه خلاص. في استاذ علي اللي هو بيتعب بينهج من السلالم وكده دور الثالث او الرابع. حضرتك تقول له ايه في عجاله؟ هو طبعا ما عندوش سكر وما عندوش ضغط زي ما قال وبينهج، يبقى لازم نفحص الدم بتاعه ليكون عنده انيميا، ولازم يعمل اشاعات على القلب عشان نشوف الصمامات والشرايين بتاعته عامله ايه. نعم. واذا كان اوبيز يبقى سمين، يبقى لازم خلص من السمنه. سمنه شويه. طيب هو في اللي هو زوجته حامل، استاذ محمد اللي زوجته حامل، هو بيدخل بردك الحمام كتير. هو كونه بيدخل الحمام كتير برضه يعمل الفحص. يعني يعمل الصايم والفاطر، يصوم من 7 ساعات ل 10 ساعات. تمام. ما يزيدش عن 14 ساعه يعمل الصايم ويعمل الفاطر. تمام. دكتور محمد احنا النهارده الحلقه طبعا جريت بسرعه وكان عندنا كلام كتير، احنا ما اتكلمناش عن الغيبوبه، ما اتكلمناش عن قدم السكري، ما اتكلمناش عن الحمل، السيده الحامل تكون عندها سكر بتقلي. ما لحقناش خالص، كان المفروض يعني احنا ان شاء الله احنا بس المواد الجايه هناخد موضوع فرع من كل فروع السكر. واقول لحضرتك حاجه، المفروض كمان كان عندنا فيديو وما شفناهوش. ما لحقناش من كتر الاتصالات. من كتر الاسئله والاتصالات. عموما يا فندم احنا بنشكر سيادتك وحضرتك نورتنا يا دكتور محمد. شكرا جدا. ونتمنى يكون لنا لقاءات كتيره ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله تتقرر ونتكلم بالتفصيل عن كل كاتيجوري من الحاجات دي. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. انا كان معانا الدكتور محمد عبد العليم عواد استشاري البطنه والجهاز الهضمي والكبد والسكر، شكرا ليك يا دكتور محمد. شكرا جدا يا فندم. الله يخليك يا فندم. في النهايه اعزائي المشاهدين اتمنى اكون قدرنا نجاوب على كل الاتصالات، بس اتصالات النهارده كانت كتيره واحنا يعني عرفنا ان شاء الله باذن الله نجاوب على معظمها، لو في حاجه هنجاوب عليها في الحلقات اللي جايه. عشان ما اطولش عليكم، كنت معاكم مصطفى الملواني، الصحه في اسبوع، دمتم في حفظ الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.